الفترة اللي فاتت خرجنا من فترة كانت صعبة علينا كلنا. أنا شايف إن الناس كلها كان عندها صبر وكان عندها تكاتف إن إحنا نخرج من الفترة دي. الشعب المصري أعتقد ما فيش زيه في الإرادة، وفي تحديات كبيرة ومختلفة خدناها وشوفنا مدى النجاح. ما بنكون عاوزين بنقدر نعمل إنجازات. الفترة الجاية نتمنى إن شاء الله بإذن الله نفس القيادة ونفس التوجه نحو التنمية والازدهار، وإن إحنا إن شاء الله بإذن الله شايفين حاجات كتير بتتعمل. أحلامي زي أحلام أي مواطن مصري، يعني يشوف بلده أحسن بلد في العالم كله. ورا البلد ورا الرئيس، عشان إحنا دي بلدنا وده رئيسنا ولازم نسنده. الشعب المصري عامة لما بتحط في وقت صعوبة بيبان معدنه، وإحنا فعلا قد التحدي إن شاء الله بإذن الله.